حبيبي خليك قاعد مثل قفه الهم بالبيت، لا تتحرك ولا تروح تدور على شغل ونوبة. لك ايه؟ لك حاجة بقى، حاجة يا مرة، هلكتيني دبحتيني والله، فلقتيني فلق، وعلى قولة لسه قاعد بالبيت وشو صار معك وحاجتك خمخمة، حاجة بقى. لا يعني مو من حقي انه اسأل؟ من حقك ما بقلك لا، بس انا بصراحة مو طالع بايدي شي، لو كان طالع بايدي شي ما كنت قعدت بالبيت لا شغلة ولا عملة. بالله وليش لتحتى تقعد بالبيت؟ روح طلع دور على شغل. قال اسعى يا عبدي لاسعى معك. وين بدي دور بقى؟ هاتي لشوف قليلي. شو بعرفني؟ انت ادرى. روح المهم ما تقعد بالبيت. دور على شغل واختلط بالناس، بركي بتلاقي شيء يعيشك ويعيشنا. لا حول ولا قوة الا بالله على هالطبعي اللي عندك. وشو هو طبعي بقى؟ ما بعرف. دائما هيك بتحبي تحسسيني اني مقصر وكسلان وبحب القعدة والخمخمة بالبيت. مو القصد. بس انا قصدي لك يا الهام، صدقيني ما خليت بني ادم من يلي بعرفهن ومن يلي ما بعرفهن الا ودقيت بابه وسالته عن شغل، بس للاسف ما كان حدا يشغلني. شو بدي اساوي بقى؟ خرمش الحيطان، زت حالي بالبير، ادفن حالي بالحياه. الهام طيب روح احكي مع اخي ابو فايز. ابو فايز؟ شو؟ عم قول شو بده يعمل لي ابو فايز؟ ايوه اخي ابو فايز ما عارفه كتار، احكي معه بركي بيشوف لك حدا عنده محل شغلك فيه. تكرمي رح اروح ولو اني بعرف سلف اني ما رح اخذ نتيجة، بس مو مشكلة رح اروح. انبسطتي بقى؟ لكن يلا دق الحديد هو حامي، بوشك لعند اخي ابو فايز. اوا ماشي الحال خلاص رح اروح. عملك لساتك واقف؟ لا خلاص هلا روح. طيب بروح بس على كيفي. ايه روح. على عيني وراسي، غالي والطلب رخيص يا ابو صبري. والله هو انا ما بدي اعمل لك سئله يا ابو فايز، بس الهام يا اخي، الهام ما كانت تقبل، كل يوم بتقول لي ابو فايز وابو مايز، كانك خرطة لما شو؟ يعني بتزن بيدني حتى اجي لعندك وافتح لك سيره، بصراحه انا ما بدي غلبك والله. لك شو غلبه ما غلبه، انت اخ وعزيز، بعدين اذا انا ما خدمت صهري ابو صبري، لمين بدي اخدم يعني؟ كتر الله خيرك ابو فايز، انت معدنك اصيل وايدك للخير ممدوده، بارك الله فيك سيدي. الله يخليك. ايه سيدي، شو بتشرب؟ عذرني ابو فايز، مستعجل، مشروبه. غير مرة إن شاء الله. ما بيصير لسه ما شفناه. لك سيدي الأيام جاي. يلا خاطرك هلا أبو مع فايز. السلامة. وينك؟ سلمني على إلهام كتير السلامة. أماني ها؟ إيه وصي. أنا يعني بحب أخته كتير. شلون شو قلت يا سيدي؟ عم قول وصل ولا يهمك حبيبي. السلام عليكم. مع السلامة. مرحبا أبو صبري. يعطيك العافية. الله يعافيك. ألينا أبو إبراهيم شلونك؟ الحمد لله ماشي الحال. دخلك طمني، لأي شغل ولا لسه؟ لا والله بس موعود عن قريب إن شاء الله. دعي لنا أبو إبراهيم. ربي يفتح بوشك على القهوة سبب يا رب، ويسرك ويضبك بوظيفة سر قلبك وخاطرك. آمين يا رب. خاطرك. الله معك. مع السلامة. الله يسلمك. السلام ورحمة الله وبركاته. قديش صار له أخي وعدك يلاقي لك شغل؟ يمكن 10 أيام. طول مهم سيدي، طول قد ما بده، المهم ناخذ نتيجه. بس انا خايف يطول الغيبه ويرجع بالخيبه. لا تخاف اخي، اذا وعد وفى. انا ما بقول فول حتى يصير بالمكيول، لانه كل الناس اللي شفتهم حكوا مثل ما حكى اخوك ابو فايز وما طلع معه شيء. بجوز، بس اخي لما بيقول بيفعل، مو بيطنش. نزلته من السما لاخوها. شو عم قول؟ طيب المجدره والمخلل كمان. أبو صبري، يا أبو صبري شفت شلون ابن الحلال عن ذكر
أهلين أخي. أهلين أهلين أهلين. تفضل تفضل أخي. الله يخليك يا رب. أهلين 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 أهلين. شلونك أبو صبري؟ الحمد لله نشكر الله. شو أخبارك؟ منيحة كثير الحمد لله. كيفك الها؟ والله الحمد لله. اشتقنا لك أخي. شو ما بتشتقلنا أنت؟ هلا اسمعوني شو بدي أقول لكم بعدين عاتبوني. هات لشوف احكي شو بدك تقول. قولي لأبو صبري أول شيء مد إيده على عبه وناولني الحلوان. أبشر أبو فايز أبشر. بس حلوان شو؟ حلوان شو؟ حلوان الوظيفة اللي قلت لك إياها. شفت شلون؟ ما قلت لك، قلت لك أخي إذا بيقول بيفعل. منيح أخوك. أبو صبري قال غير هيك؟ لا لا تقبرني ما قال شيء، بس هو لما لقاك تأخرت لعب الفار بعبه. ولك يا إلهام هذا صهرنا، معقول نتخلى عنه ما نساعده؟ بقى انبسطي وفرحي من كل قلبك، لأني لقيت له وظيفة عند الدولة مو حي الله، فيها ضمان وتقاعد كمان. أبو صبري يرضى عليك من بكرها بتروح لعند أبو عارف بالبلدية بتشوف شو الأوراق المطلوبة بتساويها وبتسلمه ياها. ليش الوظيفة بالبلدية أخي؟ إيه ستي بالبلدية شو بده أحسن من هيك؟ إذا هيك معناتها بتستاهل سرغوطة. أنا كتبت لك بهالورقة كل السبوتيات اللي بدنا إياها منك، وإذا جبتهم بكرة بنسلمك الشغل فورا. يكتر خيرك ولا يحرمنا منك. ولا إلا ليش من بكرة تنزل هلأ وتستلم الشغل فورا؟ ميحي الله لا يحرمنا منك وخلينا ياك إلهي يا أبو عارف. الشخص اللي رح يسلمك الشغل اسمه درغام، أكابر كثير كثير. هلأ رح يعطيك جدول الدوام والورديات ورح يسلمك العدة. ميحي أي منيح يسلم وديات، شو بدي أحسن من هيك يعني؟ شكرا كثير. انا ما عملت غير الواجب، وغير هيك ابو فايز غالي علينا كثير وما بنقدر نقصر معه. منيح هيك. شكرا. السلام عليكم. الله معك. مين السيد درغام؟ الله انا درغام. بعتوني لعندك. ايه شرف لعندي تعال. نعم. زين زين لك زين. قرب قرب اخي قرب. في هاي عرباية عدد واحد ومقشي عدد واحد وفي جوا كريه وفرشاية بولاد. وقع لي هون إذا تريد. على شو بدي وقع؟ لك استلمت العدة. عدة شو؟ عدة الشغل. لك أنا شغل هاد؟ أنا أجيت لهون على أساس وظيفة عند الدولة. إيه وليش عامل التنظيفات وين بيشتغل؟ مو عند الدولة؟ مو بالقطاع العام؟ ولا مفكر لي حالك بسويسرا وعم تشتغل بشركة خاصة؟ هلا لا ترش على الموت سكر وتقلي عامل تنظيفات. هالتعبير هذا بيستعملوه بالتلفزيون وبس، لأنه اللي بيستحوا يقولوا زبال، وأنا زبال ما رح اشتغل ولو بدها تطبق السماء على الأرض. لعمال القصة. لك ليش هيك ما عاد في احترام لحدا؟ معقول أنا اشتغل زبال؟ أنا معي بكالوريا يا أخ، أخذ بكالوريا من 30 سنة. شو بك؟ والسبع تنعام تتهنى فيها. بقى ليش هيك عم تشغلوني؟ فهمني ليش؟ ليش شو بالزبال اخي؟ مو بني ادم؟ حبيبي كل الناس خير وبركه، والزبال على عيني وراسي، بس انا ما بشتغل زبال يا اخي، امكانياتي اكبر من هيك بكتير. شو الحكي هذا؟ والله يا حبيبنا ما حدا ضاغط عليه. حبك تشتغل استلم العده، ما حبك خليها عندي، شو قلي؟ لا سيدي خليها عندك. انا ما رح استلم شيء، هلا بحكي مع الواسطه تبعي حتى يلاقوا لي غير وظيفه، ليك على الحكي لهيك العمى. لك معي بكالوريا قد ودلقه وبالقفل اشتغل زبال. الله العظيم ناشيت معك يا ابو صبري ناشيت. اروح شايفين مثلك متايل. شو مفكر حالك انت؟ شو بدك تسلم وزير ولا سفير ولا رئيس بلديه؟ هذا الشغل شو اعمل انا؟ لا يا ابو فايز انت بترضى لصهرك جوز اختك يشتغل زبال؟ انت احسبها لحالك اخي. ليش ما ارضى بقى؟ الشغل مو عيب، الشغل شرف للانسان، بعدين بده يفتح بيوت، ما بده يتكبر على الشغل. الله وكيلك مو كبره، مو كبره يا ناس، مو كبره يا عالم. بس انا لو كنت باوروبا بشتغل زبال، اما بالبلد هون ايه ما راح اشتغل زبال ولو شو مكان. مجتمعنا يا ابو فايز ما بيرحم، بكره العالم بتنسى اسمي وبيبطلوا ينادوا لي ابو صبري الدلو، بيصيروا ينادوا لي ابو صبري زبال. صدقني ما حدا راح يعرفك يا ابو صبري، بعدين راح يطلعوا خبرك على الفضائيات ونشرات الاخبار. شلون ما حدا راح يعرف بقى؟ ما العالم راح تشوفني كل يوم،
قال ما حدا رح يعرف. قال طيب غطي راسك بسلو، غطي وشك منيح وهيك ما حدا بيعرفك، بفكروك غريب. لا حبيبي لا خيو، انا زبال ما بشتغل، اعوذ بالله عليك على الحكي. ليك شوف يا ابو صبري، يا اما بكره بتروح بتستلم الشغل وبتشتغل مثل الذين امنوا، يا اما والله بتصبح ما بتلاقيني بالبيت، وهذا اخر كلام بيني وبينك. ها بس يا الهام، انا انت شو لك، انت ما بتستحي؟ قسما بالله صرت اخجل امشي بالشارع من كتر الديانه. اخس عليك يا الهام اخس، هيك عم تحكي معي؟ انا اذا وافقت اشتغل انت مو لازم توافقي، بترضي على جوزك يشتغل زبال؟ ايه برضاها، ليش لحتى ما ارضاها بقى اروح اشتغل زبال؟ احسن ما تدور مرتك على الدكاكين وتشحد. لك انا مالي فهمانه، شلون انت بتقدر تاكل اللقمه تشحد من العالم شحاده؟ شلون ما عم بعرف كيف بتكبس نفسك عليها. ماشي الحال، انت بدك جوزك يشتغل زبال رح يشتغل زبال، انبسطتي؟ واول راتب رح اقبضه رح اشتري لك فيه حنه، اعملي فيها يلي بدك اياه. ماشي افلح اخونا ولقلنا شغله. انا شو اسمه؟ ماشي الحال ما في شيء، رح اشتغل. شلوني هيك؟ حدا بيعرفني اذا شافني؟ امك اللي خلفتك اذا شافتك بالشارع مرق ما رح تعرفك، بقى اطمن. ليش النظاره هيك؟ بدي ما يبين فيني ولا شيء، حجاب شرعي. زلغطي جوزك امبراطور صار. سلام عليكي. الله معك. يا ستي في قدامك طريق، شي طبيعي يكون قدامي طريق لأنه البرندة تبعنا على الطريق. وفي قدامك إشارة كمان. كمان شي طبيعي يكون في قدامي إشارة لأنه بآخر الشارع هاد في إشارة مرور. إلا هيك رح أزعل منك منا، بالظاهر اليوم مانك قابطين ابنه. لا مو هيك القصة، بس حبيت امزح معك، ما بتبقي مزح انت قدامي. قسما بالله العظيم يا منال، ما في وحدة بهالحارة بصرت لها بالفنجان إلا وطلع معها مثل ما شفت لها بالضبط. إلا أنت كل ما شفتك بالفنجان تاخدي شغلة مسخرة. لك لو بدي أخذ الشغلة مسخرة ما كنت قلت لك من الأساس شو فيني، مزبوط ولا لا؟ مزبوط يا ستي، لكن شوفي هون في قدامك أحضر. خير شوفي؟ شايفة هالزبال اللي مرق؟ ايه شايفته شبه؟ لعنة هذا أبو صبري الدلو. لكن بلا هذا أبو صبري الدلو ما غيره. لعنة 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 لحظة شو؟ لحظة شايف الزبالة؟ شايفه شبه؟ أكيد زبال جديد. بجوز وين المشكلة؟ عرفته؟ لا والله شو بيعرفني فيه؟ شو ما بتعرفه؟ طلع فيه منيح. عرفته؟ لك لك هذا أبو صبري الدلو، ما في اثنين بيختلفوا عليه. برافو عليك هذا هو. رجع العاب رجع رجع دوا يا أبو صبري؟ أبو صبري؟ دلو؟ دلو؟ أثرتي أنت حك أنت وأبو صبري، شو فرق معك إن كنت أبو بطيخ أبو صبري ولا مو أبو صبري؟ إيه والله أبو صبري. دلو؟ العمى بعيونه شو رجعوا لعندي هذا؟ الله ياخده ويخلصني منه. دلو
أبو صبري، أبو صبري، لك شو بدك مني؟ شو بدك مني؟ أنا أبو صبري، عجبك هيك؟ روح حني كفك بقى، العمى على هالدبقة. يي عم تشتغل زبال؟ زبال، عم بشتغل زبال، انبسطت؟ لك شبك، شبك عصبت، ليش زعلت؟ ولك مالك شايفني مقبور قبر ومو مخلي خرقة إلا ولافة في راسي فيها؟ بقى شو بدك فيني؟ ليش ما بتمشي بطريقك وبتحل عني؟ شو فارقة معك إن كنت أبو صبري أبو بطيخ ولا مو أبو صبري؟ ضروري ضروري تتبقني مثل العلق. لك روق روق شبك، شو عملنا لك؟ ولك بس بدي أفهم، شلون عرفتني وأنا ملتة من راسي إلى ساسي؟ مرقعت بنطلونك. مرقعت بنطلوني؟ هلأ ما ضربت عينك إلا على رقعة بنطروني؟ لك العمى بقلبكن، شو صار لكن؟ ليش ما عدتوا شفتوا بعيونكن إلا رقعة بنطروني؟ ليش؟ لك شو بدي ساوي لكن إذا ما عندي غيره؟ شو بدي ساوي؟ ولا لأني فقير وزبال عم تشوف عيوبي؟ لك روحوا شوفوا عيوب غيري يا أخي، تركوني بهمي؟ ليش حميت عيونكن عن كل المناظر إلا منظري؟ ليش؟ أنا زلمة فقير معتر عايش بشرفي، لا عم بسرق ولا عم بنهب، وفقري هو رقعة بنطروني، هو هويتي المميزة. بقى ليش ما عم ليش 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 عم تعتبروا هالشي عورة؟ ليش ليش عم تحيجوني للتستر والتخفي؟ ليش عم تعتبروا يا ناس عملي الشريف عمل مخزي؟ أنا لولا خوفي من لساناتكن لولا ما كنت خجلت. لك يا ناس يا عالم، أنا عم نظف ولم وإجمع وسخكن ونشحكن ونفاياتكن وزبالتكن، وعم خلصكن منها وعم باخد إجرتي من الدولة. مالي عم جيب نفايات العالم وإدفنها بحارتكن وأقبض عليها من غير دولة. أنا خدام، أنا خدام لبلدي وحارتي وناسي، مالي خدام للغريب. بأرجوكن يا جماعة، أرجوكن لا تخلوني أخجل، لا تخلوني اخجل بمهنتي. صحيح انا زبال، بنطروني مرقع، ايدي خشنه ومشققه، ريحتي بتقرف، بس بعون الله انا شريف، عم وسخ حالي حتى ضل نضاف. مالي عم نظف حالي على حساب توسيخ حارتي.